إيمان كشيء قرأ لغو قبو باين الرحمن كقول كيف ما سور مقايبة يقول كيف فردوسية شنو قرص وليجية قانقار هدي آتيهين قرأ لغو باري وحيجي نقيمها كسوغن قرص كيلاشا قرآن كي يسنها الله يسكول ريان لك لقادين قادا ديگو دانا برتي يسيدا وحلو قيحو أو تفسير كوا لغو قيافر قلوب تينا قياما حقي سا دوان لغو القول ياي دديو قادر كيني وعنا قاتا أمر كيسا الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد وحين كبلا بين آيات بقول كنتني اللح من سورة النساء كم إذا سورة الله يقال سورة النساء قال الله تعالى إلهي ما وحد وبكفرهم قال لماذا وذي ما كنا عدى اليهود وحن نكبل هذا بقول لحذن كنتنية الضباء بقول كنتنية الضباء وقولهم هذا الكود ما كنا عدى لا إله إلا إنا قتلنا المسيح مسيح ما ندل نبيل هذا مسيح هو عيسى بن مريم عيسين مريم ها نجا دل بين يهود وكفارين رسول الله رسولك إلهيها وما قتلوه بإلهين مني دلين وما سلبوه مني دلين ولكن شبه الله واسل لو اكيسي عيد لو اكيسي دلين وإن الذين اختلفوا كويسكو خلافي فيه عيسى نبي عيسى لا في شك منه شك بيك جسوجين دل كيس ما لهم به وما سجنان وحا سميين من علم أقان ما إلهين وحا قان يوغان شرب مجر إلا اتباع عضن مله أيوب الراعي وما قتلوه يقينا ربنا ما يدلين بولهين بل رفعه الله إلهي با كريا لإلهي حقي سر ربي وكريا عالم كسروا جاية سموين وكان الله إلهي وحو هذا عزيزا مذا ود بدا حكيما وحي ويالينا حكمة ويالا وإن من أهل الكتاب ما من أهل الكتاب أهل الكتاب كما من ذهك هو كتاب كالسيئي أحد يعني كما من ذهك إلا ليؤمن النبي ورمين دون عيسى قبل موته انتانو لمن انكار ويوم القيامة ما لنت قيامة مركا ليسوي مادنا يكون وحو النقون دون نبي عيسى عليهم شهيدا مذيقكم مرخات فرة فبظلم مركلة فلعناهم وحن كنا على الله نكفغين بظلم قردر من الذين هاتوا فحرمنا له فحرمنا وحن كحرانتين بين عليهم يقض ضيبات وحيابا معان وحلت لهم لو حلالي أيا وحن كحرانتين بين بظلم قردر من الذين هاتوا كويهود وقردر كتمت يو بسدهم عن سبيل الله يقو هرچوك سدي جدكي إلهي كثيرا انبضا وأخذهم الربا يالربا ذي قادنا يينا عقوبة سوى يقول لعضا وقد نهو عنه يدو الربا ذي اللو ديدا وأكلهم يعنتان كيهود عنا يين أموال الناس ذاتك حوله هذا بالباطل قردر يكون عنا واعتدنا للكافرين قال ذا وحانو ديارين منهم يقا كمدا عذابا ليما عذاب كلول يقو هاتي كواسي سدا يالين وعذاب كان إلهي ودياري لكن وحانو إلهي عذابين إنو تشنين إياه لكن الراسخون في العلم كوا حيال إيرياش كوا آقوان تديرين ومنهم يقا كمدا والمؤمنون إيادتك إلهي رمي يؤمنون وحي رمينا بما أنزل إليك قرآن كان لقو سودتي وما أنزل من قبلك يكتبتي هرتال سودتي النبي محمد والمقيمين الصلاة وحن أمانا يا كوة صلاة دعوبة أمدح المقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة وكوة سكذب بحية والمؤمنون وكوة الرمين يب الله واليوم الآخر إلهي آخرين رمين يا أولئك كوة سنوتيهم أجرا عظيما أبا المرين وين بان الصين دور نبي إلهي مركة وفضائح هي قضائح أما عيبه وأوين وكل نوع نوعة وإلهي لقى قلي سبحانه وتعالى ورسوله لقى قلي وأمته لقى قلي ودينته لقى قلي يهود وعيك قلي مركب ملاها صداقية صاحبة النمى سكاية النمى نماله لقمنات لقى لي كره بعض أسواء السببية بقولهم بكفرهم بسبب هذه الأفعال
وبسبب هذه الأقوال هذا الله ذا إله هذين يفعل ذا السمية لأنك وسمية بأي لهاي وكسر علني سبحانه وتعالى مرك وقولهم إن قتلنا المسيح يهود وحي كفانا لنا نبي عيسى دليل مرك هذه يتشير حق عقيدة ومدها ومدها ينجه الرئي قلنا واحد قد بين قلنا واحد جابيين قال واحد يقول لبذا سي قال حق بيتشران قال لبذا لنا عبا حمان تقال بذا لنا عبا وقد عين نبي عيسى قال واحد كل شيء جانينه إلهي هيا ما إنا إلهي هيا ومسيحيين تامك ونصارى الله يقال قال ذا يهود نين ولد سناها يجو أي دلنا بيشجع وحاجة كلايو طلابنا ويكحد قدبين معناه ويكون قب وصلان حقي أولها يوناك يصير شرفتيس ومضى إسلام وما أقون سنين إلهي أما إنا إلهي لكن إنه الرسول إلهي هاي والرسول شو وناك سن كمدة ولكن بشره بني آدم هو إلهي شرفي سقي هو يدي بينه أمسنه سدا وحي قلنا برايا وأنا تيلهاي ونقوى أماني عقيدة لحرحات كامر كله وكذلك جعلناكم أمة الوسطة ومدح لحاضة بأنه إذا كي الله يبقى إلهاي مارك عمل إيا عقيدة مدوال برد لحاضة بكي ينتظك مسلمين تاعي مارك وحي لأذن أنك مسيح تلي مسيح سينه روصات الماني وحو مسيحي تلي كان يمسح العاهات فتبرأ بإذن الله وحي قفك عيبه كويا لو مسحيا إلهي إذا مكيسو كبك سنة يا قفكاس مركا وكدوية هاي مسيحاني مسيح الدجال وكدوية ومسيح الدجال وامد سيقول لك مسح كسا بين يو وريقية سقاف كيسية سعود كيسا بغا مركا والله بنا أنا يصودا معنا هاي بحنا يعني وكالدوية هاي هدي وكاسي نانيستي سيو معنا هاي وينيدي هاي مقعي سنوا عيسى بن مريم وحلو أبترين يا هو يدي سي اي ماشي او غبخدو الاه نيمدي كو شيغان الاه مو هاينه ان لا دلي بابوها هويدينا مريم با لا ودان جير وها لوغو ابترينيا دعيد الى ابا او كو ابترسنيا ما جيرو كوين هويدي لو ابتريو يدو الهي و هيبيه سبحانه وتعالى تلمانتي سوين اينو امينينا وحو رسول الله مرك هذا بيهود وكل كي كفى لون يين بيلان عيسى نود الله مسيحها ها وعيسى ابن مريم ها رسول الله ها وموحيه مسلاين الرسوليه واستهزاء من باب الاستهزاء والتهكم ويكون يستهزء مرك الرسول كل شيء جيان مرك ساس ييجو بفانه وح مرك هذا الكي قاتي لمك نصارى الله يلاه ييجو نتيبة يكون تجينا وحيد يهود دليله isagoo ina ilaahay buu haya sabada ka soo gurmaday waa siday bible kooda ku raadaan oo basharka si uu badbaadiyo u soo gurmaday ayay yahuuddu dileen bay raadeen marka naftiisii buu ku furtay dadka dadkuna waa inay naftooda isaga ku furtaan bayna waa falsafadii nasaarada wama salabuhu walakin shubbiha lahu waanu dilay waanaanu salbinay salbintu waxa weeyaan inta qofka la dildilay gacmaha la kala bixiyo marka baalka la yiraahdo saliibka crosskan dheer halkaas la galay imid oo waxa yiraahdeen ciise waa la dilay marka saliibka ama crosskaasina wuxuu tilmaamayaa dilkii ciise ayuu tilmaamayaa waana kuwa caabudayna nasaaradu oo waxyaabaha ay firqadooda kala duwan isla waafaqsay bay ka mid tahay crosskaas iyo jiritaankiisa inay caabudeen alla laakiin waxa uu cadeeyay halkan dilkaasi inaanu jirin وما سلبوه ولكن شبه لهم يقات المامين السلبيين لكن لها يحول ما يدلدلين ما يدلين ولكن شبه لهم انت سوق راك شاعر ولو يكيسي عيد كلا لو يكيسي مركا نين كلا لو يكيسي يبي دلين كدبنا ايغا مرما يوار ما عيسى ما يما هذا قاركولين ما يوا اسغي مرانكا سا كوس اي كوسلايسنت هاي با عقيدتودو يا شكيكا marka sida ilaahay baa u cadeeyay wama qataluhu yaqiinan dil ay ciise dileen oo dhabi ma jiro kuwa nabi ciise isku khilaafay waxay ku sugan yihiin shaki dewa ka soo dilkiisi hadii isagii cid kale meesha wada joogtay nin kale wada joogay baa waxay hadayno ciise dilay ayna saaxibura ki la joogay me hadayno sa saaxibkeen saaxib ki la joogay ciise dilay ayna ciisa ciise me markii ay doonayeen guri uu galay oo cidii kula jirtay inay ku dilaana ilaahay ba qaaday oo caalamka kor u saaray
marka shakigu halku ku saleysan yahay waxa weeyaga laftigooda ayaa markii ay waayeen yiridii haddii uu isagii joogi lahaa waxay noqon lahayd ninkii kale la dilay marka isagii buu ahaa maya maaha warkaasi shakigaasuu ku saleysan yahay maa lahum bihi min cilmin ila itibaaca dhan waa malow malahaasay ku socdaan wamaa qataluhu yaqiinan bal rafacahu allah xaqaaiqiisa ilaahay baa inoo sheegay oo waxaa lagu yihi wamaa qataluuhu wamaa salabuuhu dil ma jiro deldelaad la deldelay oo karoos laga soo qaataana ma jirto yaqiin ahaanna may dilin oo dilkaasi yaqiin ma aha halkuu jirana waa laydiin sheegayay bal rafacahu allaahu ilaahay baa kor yeelo caalamka sare geeyay bal rafacahu allaahu ilayhi nebi maxamed sallallaahu calayhi wasalam waxa uu tilmaamay habeenkii la dheelmiyey samooyinka qaar ka mida baa wuxuu ku sii maray nebi ciise iyo yaxya oo isku sama jooga wa humaa ibna khaala buu leeyay waxaana halkaa kula kulmay labadaa rasuul ee habra wadaaga ah ee labadooda hooyo ay walaal ahaayeen oo rasuulladii soo dhoweynayay nebiga habeenkaa la dheelmiyey ayay ka mid ahaayeen marxaban bilakhi saalix waannabiyi saalix soo dhowow adigoo walaalkayah oo rasuul ilaahay ah ilayhi ilaahay baa xaggiisa u kor yeelay waxa ay tilmaamaysaa aayadda culuwiga ilaahay sarraynta ilaahay uu sarreeyay subxaanahu wa tacaala ee addoomihiisa uu ka sarreeyay xaggiisuu ilaahay u kor yeelay axaadiid saxiixa oo nebi maxamed ka sugan calayhi salaatu wasalaam ayaa waxay caddaynayaan nabiyullaahi ciisa inuu caalamka kore ka soo degi doono aakhiru zamaanka waxaan u dili doonaa addajaal alacwar yuhuudiga la yidhaahdo dajaal acwar asalkiisu waa yuhuudi ee ishala ee ilaahnimada sheegan doona ciisaa dili doona nebi ciise kolkaasuu ummaddana cadaalad ku xukumi doonaa karooskan isaga lagu metelayay buu jajabin doonaa kuwii doofaarka cuni doonay buu doofaarka cunayay ayuu u diidi doonaa waxaan islaam ahayna ma aqbali doono rasuul markaa ma ahee waa ciise oo shareecada rasuulka wax ku kala xukumaya rasuulullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam sharcigan ilaahay uu ku soo dejiyey diinta furqaan ayuu markaa dadka ku kala xukumayaa marka cadaaladdaa baahaysa barwaaqadaa badanaysa sidaasibaa nebigu u caddeeyey marka marxaladaha ciise maray waa iyata uu ku dambayn doono intaba wax aynu kaga maaranna waxay sheegeen ayaynu haysanaa oo waxyigiiya qur-aankaa saa u caddeeyey rasuulkuna saasuu u caddeeyey halkii uu ka soo abuurmay markii ilaahay uu abuurayay iyo halkuu ku dambeeyey markuu ka tegayay dhulkan iyo halka uu ku dambayn doono aakhiru zamaanka intaba saasaynu haynaa marka aqoon aynu cid uga baahanahay ma jiro sidaa daraaddeed ma aha hadalkooda in la dhegaysto ama dadka muslimiintii ay yidhaahdaan waqtiguu ciise dhintay waqtiguu ciise dhintay haddaad tidhaahdo qur-aankanaad beeninaysaa ilaahay ui wamaa qataluuh ama waqtigii ciise la dilay aad tidhaa waa inaad ereygaa iska ilaaliso dadka qaarkood baad ka maqlaysa waqtigii ciise la dilay ama waqtigu ciise dhintay mayma dhibanna saasaa ilaahay u kor yeela uu sharfay subxaanahu wa tacaala ahlu kitaabka ayaa ilaahay uu ka warramay haddana faallo ku saabsana wuxuu ihi wa in min ahli lkitaabi ilaa la yu'minanna bihi qabla mowti u fiirso ma jiro mid ahlulkitaabka ka mida yahuud iyo nasaaro ilaa hadduu jiro wuu rumayn doonaa intaanu dhiman yuu rumayn doonaa ka dhimanayaase waa kee la yu'minanna bihi nebi ciisu rumayn doonaa qabla mowtihi intaanu kaa ahlulkitaabkii dhimanin oo mid walo ahlulkitaabka ka midiiba markay naftu ka sii baxayso ee xaqaa'iqa uu arko ayuu nebi ciise rumayn doonaa oo uu ka gaaloobay ama si qalada u rumaysnaa culimada qaarkoodna waxa ay ku macnaynayaan mid kastoo ahlulkitaabka ka midii la yu'minanna bihi nebi ciisu rumayn doonaa qabla mowtihi intaanu ciise dhimanin ka hor waa aakhiru zamaanka kuwooda jooga kuwooda soo gaadha aakhiru zamaanka marka uu ciise joogo nebi ciise rasuulnimay u rumayn doonaan waqtigaa ilaahnimo uma rumayn doonaan ilaan isagaabaan aqbalayninba islaam mooye wax kale ma aqbalayo nebi ciise marka saasay labadaa macne ayaa culimmadu kan ahlu kitaabka intaanu dhiman buu ayuu markuu sii dhimanayo rumayn doonaa xaqiiqada uu arko waqti aan dee laga aqbalaynin towbaddii ama aakhiru zamaanka u rumayn doonaa nebi ciise markhaati baanu ku noqon doonaa nebi ciise calayhi salaam ummaddii ka been abuuranaysa ee ilaahay ku sheegay ee ilaahnimada inuu qayb leeyahay sheegay ee inay ilaahay ku sheegay ee maryamo ku sheegay
حاسك إلهي كوي وحاسونا نخريه أيو كبر إنه قندونا ما أنت قيامها قالت كودا يدم بقودا يقال لما دادو كمر خاتي كعدورا ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وحد كآخري دونتا سيدو كمر خاتي كعينا سورة المائدة آخر كذا قبائحو ذي عيبهو ذي تي لبي الطبنات أما أن الله نستدحي الطبنات بلهاي كسي ورموا حرفا بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبسدهم عن سبيل الله كثيرا مركا لقوا الرموا وحيابا بضن ويقا كحارانها سيدة هيلبك قيلي عانها قيلي حيدا ايو صبق ايو وحيابا مركا لقوا الرموا وحيورين شرين نبي يدي هراي كحارامها يعقوب يا أنبياء ذيك لا كفر عنيد با وحارانه عادي أبو هايو أنك النجوم بلا من أنبياء ذوك حارانها مرك ييجو تا كوبين شيء جايبا إلى هاي وعطينا يا بنت ولا مرك ما هي هاي وحنبياء ذي هرك حرام هاي وحيابها ونعكسنا معان يوم ملاك لا حلاش هو وحلوج حيران تني قرد رأي كلام يب مرك حاجة ما كنت على قيسا فبظلم قردره من الذين هادوا يهود حق وذكتمك ويهود هاد رادد حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وحيابه ونكسر نفت أوفي عن وعافمات أوفي عن أيه لهاي كحران تنبيه مركز سيدة دباء شيء هذه تشير حران الله يراده وحلو حران تنبيه حمار حران الله هذا وشيء ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث نبي محمد أركو مدويمي فإذا ذو الله إلهي بشيغا وحلو وحلو وح طيب وحكستو طيب هو ونكسن ومدوو حلالين وحكستو خبيثة حنة وكحران تنمين إن الخبث يتبع الحرام أو إن الحرام يتبع الخبث حران تي حمانتها وضا سعلا شيء كستو شرعي إنه حران تنمين حمان الله يالله حران تنمين عافمات كوحوية عبادة ذوحوية نقاله وحوية لنع والبعض سيدة بلوالها يوحي لمنا سيدة حيوانا ذا للديري يوحي لمنا لكن هدي هذا يدعوه وبسيدة هالكناوك له شيء طيب ووناكسن إن عيد لغا حاران تنمايو وعقوبة الله وعقوبة إلهي وكو عقوبين وانتان هالكن ردكو عدية دليل كيدي هدي هذا يدعوه أمدها إن لغا حاران تنمي طيبات وناكسن وفي عن والدين يدل يددب وضنعه وبظلم قردر يا لو حارنتني بي مرك حد غدب كودي بي عقوبتها سو هي اي يكون ورورين او كحقنين نبيدا الهي تاسنا وا سر لغو شيغاي اي كبين شيغي جيرين كتاب كودي ايدها هورنا سورتها هورنا اين كسو مرني ان اني كحارن هين يعقوب وحياباس واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل لقمدودا وارنت شنيه تبنات waxa lagu looga xaraantinimay arinta ama lagu cadaabay ama lagu cuqubay iyaga oo riba cunaya laha waliba waa loo diiday dadka xoolahoodana xaq daray ku cun jiray baasha ribada la yiraado wadanka yahuuda haddana iyagu ba calanka u sido calanka ku hoggaaminaya ma ogola dhaqaalaan riba lahayn ma istaagayay ku leeyin dhaqaalo hadaan riba lahayn baanan riba weeyahayn iyo ganacsi aan riba lahayn ما سعره ما قاع الربا ده بوا كوا كبي دلائل فائدة البنوك بنجية ده فائدة ده ويسيم عن سدنا ويسيح على شدنا وحيد هذين إنما البيع مثل الربا بيع لفتي ساوي حلا مدي هاي الربا ده وحق حلال نبذ الربا ده كأصل سن بينه بيع وحق أصل سن بينه حق حلال نبذ الربا ده وحبل له كيسين كراهون الربا ده أنا تشبيه وحط الماما يا وحبه وناكسن بالربا ذا بينه ويبك مع الربا ذا أيا كفي عن يبك بلا الربا ذا بينه فإذا نوى يكون بقى عابين إيا خدمات إيا سيرفسي وحلقوا شيئا وحلقوا شيئا مركا تاسينا وعنقن كودا إنا إددك حوله هذا حلاشتان وحيدا ليس علينا في الأميين السبيل وما لها أن نقض نقصوا هري كواسي أميين تاوي قانانه هدا نوحو ذا بوابنا ودي لهي نقوح قابا مجرد وددك بقى أن نقض نقص واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون استدراك سوح وتاغين عدالتنا قران كايا الى هي نبر يا عدالته نبر يا ددك هديل ايديه وحا سو عيبا يهود ليهين اسكوبا ودا راعسنه دد اسلامي اقون وناكسن له
kitaabkii horena ku camal falay kan qur'aankana ku camal falay baa jira oo culimo ah oo ka soo dhaxbaxay reer banu israa'iil haba yaraadeen ammaantooday leeyihiin marka ha israacinin cid ha isku raacinin xumaan ee waa inaad ogaataa cidda wanaagsana ku dhex jirta inaanay muddayn ku waa in lagu camimo la raaciyo marka qabiil heblaaya caynkaasa qowmiyaddaasa caynkaasa reer hebelba caynkaasa koox heblaaya caynkaasa inaan la odhanbu qur-aankuna barayaayo markaasuu ilaha yidhi laakiin ha iswada raacin الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك مركا ومبتدأ الراسخون يؤمنون جملة دنبرا وخبرك الراسخ وحيال ديره الراسخون في العلم وددك علمك حيال ديره يا شكوة علمك السماوي ذا كتبتي هرية كتبتي دم سيدة أصحابك اللي ورين شري عبد الله بن السلام وكلا رضي الله عنه توراة بو آذو يقاني قرآن كان آد بو برتي wax weyn buu ka taray fadeexadahoodii inuu fashiliyo nebigana calayhi salaatu wasalaam waa ag joogayo kolba ceebahooda ayuu calcaddaynaya marka kuwa iyaga ka mid ah cilmiga ku xeel dheer iyo mu'miniinteenuba mu'miniintii asxaabtahaba waxay rumaynayaan qur-aanka iyo kutubtii lasoo dejiyey salaadana way ogayaan sakaday bixinayaan ilaahay iyo aakhiraba way rumaysan yihiin marka abaalkooda wax wey ulaa'ika sanu'tiihim ajrahu ajran cadiima abaal marin weyn baanu siin doonaa buu ilaahay yidhi kuwa waxaa marka halkaa aynu ka arkaynaa takdiibu lbashari lilinsaani fi lmala'i shadiid fa kayfa biman yukadibuhu rabu lbashar cidda had iyo jeer dadka dhexdooda lagu beeniyo ee la yidhaaha hebel waxa uu sheegay waa been had iyo jeer wuu naxnaxaa wuxuu idhahda sawta lay fadeexday maxaad u malaynaysaa dadka ilaahay uu sidan oo kale u fadeexaday subxaanahu wa tacaala haddaad la yaabayso qof bulshada dhexdeeda lagu fadeexadeeyey bal waxaad la yaabtaa rabbulbashar ilaahay khalqigan abuuray ummadda uu sidan u fadeexaday fadeexaday uma hadhin weeye idaa xafidaka allaahu bixifdihi falaa yabluquka acdaa'uk hadduu ilaahay ilaalintiisa ku saaro cadowgaagu kusoo gaadhi maayo rabbi wuxuu ihi fallaahu khayrun xaafidan wa huwa arxamu raaximiin nebi ciise meel baa lagu ootay ilaahay baa saqafka ka saaray nebi maxamedna guri baa lagu ootay calayhi salaatu wasalaam oo gaadh adag laga qabtay albaabku ka baxay nabiyullaahi muusa fircoon ayaa uu magaaladii caasimadiisa ahayd joogay ilaahay baa ka dhex saaray marka kolkuu ilaahay ku ilaalinayo cadowgaagu ma ku soo gaari karo alcaqaa'idu tubnaa cala alyaqiin wa ina caqiidatan tubnaa cala adhann lahiya axaqu bitark caqiidada waxaa lagu saleeyaa yaqiin caqiidada gaaladani waxay ku salaysan tahay dhann iyo shaki sidaa ilaahayba uu yidhi وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك ما لهم به من علم إلا اتباع ظن بل أدوغو عقيدة كسليسان ملا ملا إيا مدمدو وحي كوها بوان تايل لغا نقاتيو عقيدة دينو لكن وحي كسليسان تاي يقين هي كبر نبعان إذا ضاقت أبواب الفرج في الأرض فتحت أبواب فرج السماء فتحت أبواب فرج السماء فلا خوف مع الإيمان فرج كنولكو هاتو صوحي ما فرج كالسماء لا فرمه saayn horaba soo aragnay nabiga ilaahay uu nabadgeliyey dalabuu qatlahu wa mawtahu fi lard faacla allahu sha'nahu xayan fi samaa inay dhulka ku dilaan ay ku ihaanaystaan bay dooneen ilaahayna wuxuu ku nooleeyuu ku ciseeyey caalamka sare aldulmu cala ikhtilaafi anwaacihi min asbaabi xirmaani nicam noocyada kala duwana dulmigu uu leeyahay isku wada daro waa sababaha lagu waayo nicmooyinka nicmada dalka ta duunyada ta aqoonta ta adduunka iyo ta aakhiro intaba dulmi baa lagu waayaa iyo gardarrada oo dadku inta ay dulmi samaynayaan heli maayaan raaxaday doonayaan almucaamalaatu almaaliyatu almuxaramatu kariba wax tuxarimu saaxibaha atanacuma bitayibaati alxayaa nolosha macaankeeda waxyaabaha kaa lumiya waxaa ka mid ah xaaraantoo la cuno sida ribada oo kale sacaadaday kaa lumisaa sacaadada ummadaha xaaraan cunkaahay sacaado ma helaan raaxada nolosha ay doonayaan ma helaan way waayeen waxa ay gaaladu la waalanayaane isu dilayaane isu gubayaan ee qulubka iyo strasi ugu dhacay waa xaaraan cunkii ha ku dayan alislaamu yujiizu lmilkiyata alkhaasa walaa yujiizu akhda amwaali annaasi bigayri sharci islaamku wuu ogol yahay lahaanshaha khaaska ah in qofku lahaansho khaasa uu yeesho laakiin dadka inuu waxooda yeesho maaha waxaaga iimaansabaa lahuu yidhi
ummadna wuxooda lama oranin sharciye soo xalaalaysa sida yahuud oo kale marka islaamku ma diidin milkiyadda khaaska ah bal u ixtiraamay qofka wixiisa in lagu ixtiraamo waxa la yiri cid kale kagama qaadan karta gardarro in qofka loo daayo wixiisana yusabbibu an-nashaata wal-itminaana was-sakiina horumar dhaqaaluu keenaa oo wuxuu keenaa deganaansho oo camiraad dalkaabuu keenaa haddii meesha lagu ogaado boob iyo dhac iyo dulmi inuu ka jiro dadku firfircoonaanna ma yeeshaan wax soo saarna ma yeeshaa wax soo saarkiiyo firfircoonaanta waxaa keena cadaaladda towjihaadka waxaa ka mid a alcilmu raasikh yuthmiru liimaana thaabit waman thabata iimaanuhu xasuna camalu xeeldheerinimada cilmigu waxay keentaa markuu qofka ilaahay ku dhaqankiisa waafajiyo iimaan sugan markuu iimaanku sugmana camalkaa midha yeesho wanaagsanaada إذا وعد البشر فرح البشر فكيف إذا كان الوعد من الله الكريم هذه جار مركة قف لو بشاريه وفرحك لو بشاريه محاذو ملاينا إسا إلهي بقرك قفك وبشاريين أولئك سنوتيهم أجرا عظيما هذه اللي قولوا هذا التاجر هبل أما مدحوين هبل أما وسير هبل با إنتا كو بلن قاضي ما إن شاء الله بعد الله إنتا سوابا إنتا نريش فقري كتوري وابد كو بشاري سنة سوات كو فرحي سنة ilaahay baa ballan qaaday ballantiisa inaynu waxaynu ku mutaysanaynana samayno kuna yididilanno weyn wallahu subxaana wa tacaala aclam يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان